كانوا زميلاتي وقرينا في الليسي تاع البنات، كنا في القسم، في قسم واحد مريم بوعتورة، ملكة خرشي، فاطمة بن سمراء، والمتحدثة حورية مصطفاي. دونك كنا نقراو كي داروا الإضراب تاع 56، خرجنا حنا الأولين، حنا الأولين تركنا لي بو وخرجوا باقيين، وباقيين نروحوا لليسي باش لي زيتيجون هذوك نقولوا لهم لازم تبعوا لاكريب، باقيين خارجين. حنا شطبت علينا المديرة ثمثم، مديرة يقولوا لها أولاني، وباقيين مع مريم ومعاه سورتو ملكة خرشي. ملكة خرشي باباها كان جدارمي في وقت فرنسا، ما تقدرش دير الإضراب، كل صبح تجي لعندي للدار باش باباها ما يشكش باللي راهي مدايره الإضراب، تجي الصبح تجي العشية. إي كانت واحد الثقافة عندها هذه ملكة خرشي، شي عجب. كانت تتجادل هي وعلي كافي، عندها واحد لاكولتور، واحد الشي عجب، تتجادل تخليه يهدر ومن بعد تقول لها ماشي هذه قاريه مليح 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 التاريخ. يقول لها واحد الوقت قال لها مالك انت تشري القرد وتبيعي لي، تضحكي على اللي يشريه ولا كيفاه، يقول واحد الثقافه. وتدي الكتب من دارنا هكذا، تدي الكتب 8 أيام من بعد تجيبهم، قلت لك عندها ثقافه كبيره كبيره. وش قلت لك شجاعه تاع ملكه اكسبسيونيل، هي في وقت الوسمو في وقت لي زغاتيساج هي المسؤولين معنا، وهي اللي تمشي، مشيو منا زربوا قطعوا الواد، استناوا البومبا الثانيه تخبط طيح البومبا الثانيه باش نقول لكم منين تروحوا، هي اللي تمشي. كانت واحد الشجاعه زي اخر.